عندنا هادو المقابر ديال اللي دايرين في الضريح بوعراقية، كان واحد الجدار هنايا عاد حيدوه، عاد تحيد الضريح اللي كيرجع القرن 17 75. المهم ما عنديش التدقيق في التواريخ، إذا دابا عاد كيبان غيفتحو ممر هاد القبر لي هما عمري فلان حدا سيني، و دابا انا عالي فوق السور مباشرة، كاين طريق اللي مزيان اللي فتحوا هاد الممرات، هادي كانت مشدودة بواحد السور، واحد الجزء مفتوح والاخر ما كاينش كيفاش تدوس، مازال الناس كيجيو يزوروا الاهل ديالهم، مازال كاين العائلات اللي كيزوروا الاهل ديالهم اللي كيدفنوا هنا، مش نقدر نقرا شي لوحه، تاريخ 1383 هجرية، ربما يكون في 1970، كان اللي دفن في 2004، وكاين مقابر مور هاد الحيط هاد الجدار الى السوق برا، ألف وتسعمية وثمانين، ألف وتسعمية وثلاثة وستين، ألف وتسعمية وثلاثة وثمانين، كان غير هذا الجزء اللي كنا كندخلو هنا وصافي، هذا الجزء هذا اللي كان يمكن 1985 كذلك، إذا هذا قبر جديد، إذا مازال كاين آثار هنا، مزيان على الأقل بعدا يفتحوا هاد الممر 2018 1930 ازدادة في 1930 عفوا ازدادة 29 مقابر قديمة جدا. إذا المقابر هاد بقاع الرقية هما هادو، فين دخلنا دابا عاد،
إذا قلنا المقابر اللي كاين في الضريح العراقية، هذيك مدرسة تبنات مدرسة القرآن، والجهة كاملة كانت كلها مقابر، باقي من واحد مجموعة المقابر المدورين بهذا الزرب هذا اللي كاين.